مزبوط. شايف كيف؟ رحت حكيت كم تليفون بعدين وبس، وكلهم وافقوا معي. ديدي ما عرفت إنه كل يلي صار سببه بيت كورانا. المهم كل شي منيح. انبسطت كتير، يلي عملناه عمل خير، وبنفس الوقت احتفلنا كلياتنا سوا. ايه والله، والأحلى ما قدرت تبعدكن عن بعض لأنه في ناس والكاميرات عم تصور. عطونا رأيكم. شي طيب. ايه شو هاد؟ مو هاد اسمه أكل حبيبتي؟ تعبتي كتير اليوم، لهيك أنا رح طعميكي بإيدي. شي حلو والله، شو هالتمييز؟ أنا يلي كنت عم دللك كل الوقت وعم الطعميها إلى بس. لأنه ماما بتحبني أكتر منك، عرفت ليش؟ إذا غيران منا روح لعند أبوه خليه طعميك. شو يعني روح لعندي؟ عندي أنا بطعميك. تعال. بكفي ماما، خليني طعميكي. طيب بناكل سوا. ماما طبخة. شو هاد بابا الأكل يلي عامله طيب كتير؟ ما بعرف إنك بتطبخ هيك. شوف ابني، صحيح أنا قليل لأطبخ، بس ما بطبخ إلا شي عالمي غير شكل. شو مرتي؟ قولي شي، عطينا رأيك كيف ملاقي هالأكل الطيب. بصراحة رح أكل أصابيعي وراهن. يا عيني يا عيني، معناها عن جد طيب. شو هاي الحركات أنتو الاثنين؟ ما بيصير هيك. لا هون وبس، أول ما تلاقوا فرصة بتبلشوا تغازلوا بعض وبتنسوا يلي قدامكن. عن جد عم أحكي، كأنكن أخدين راحتكن وزيادة عن اللزوم كمان، مو هيك؟ بالله عن جد؟ إيه يعني، بس استحوا شوي، ابنكن ومرتو قاعدين معكن، ما بيصير هذا الحكي، لاحقين على الغزال. سكوتوا لا. شبك ماما؟ استني رح جيب لك ماما. ما في داعي، دقيقة بس. ما فيني شي، تعالي كملي أكلك. تعي. بابا، كيف الشغل؟ نسيت قلك، المسا مسافر على لندن، عندي اجتماع، التهينا بهالقصة اليوم، والحقيقة نسيت خبركن، عندي اجتماع هنيك وكتير مهم. حلو، لازم تدير بالك على الشغل بغيابي سيد. بابا كيف بدي أقدر أحضر كل الاجتماعات؟ وفي كتير أمور تانية بدها وقت، وشغلي عند حماتي، أنا كيف بدي أدبر حالي؟ أنت بتعرف وضعي. ليك ابني، بعرف طريقة تفكير حماتك ومقدر إنه وضعك صعب كتير معه، بس أنا ماني موجود وما في غيرك أعتمد عليه. لما عم كون موجود هون عم أتركك على راحتك، بس أنا ماني عم بجبرك تروح كل يوم، بس للضرورة يعني، لما بيكون عنا اجتماعات مهمة بالشركة دبر حالك. إيه مو مشكلة، لا تأكل هم، المهم غير الموضوع هلا. إجت روشني. سيد ما بينخاف عليه. ماما كأنك تعبانة، عم يوجعك شي؟ شوفي كيف وشك تعبان وعيونك حمر. لا عادي روشني، بس امبارح تأخرت بالنوم وفقت الصبح بكير، لهيك يمكن تعبانة شوي. ماما أنت لازم ترتاحي، لأنه امبارح تعبتي كتير كرمال الاحتفال وعملتي كل شي لحالك. سيدهارت، اليوم رح ضل مع أمي هون، شو رأيك؟ هيك بدير بالي عليها. حبيبتي روشني، صدقيني ما فيني شي بنوب، أنت لا تحملي هم. أنا بتمنى تضلي معي اليوم ومنتسلى سوا، بس خاف إذا ما رحتي وقتها أمك تعمل لك مشكلة. شوفي روشني، أنتي روحي على بيتك وأنا بوعدك ارتاح. لا مستحيل ماما، ما رح أتركك لحالك أبداً. لا تخافي حبيبتي، يلا سيد أنتوا لازم تروحوا، تأخر الوقت. كل هاي. لا لا بابا يسلموا، أكلت كتير ما بقى فيني أكل. ليش؟ طيب روشني كلي هاي على الأقل. لا يسلموا ما فيني. هات عنك بابا، ما عجبتني. نحن بناكلهم لحالنا، خليهم يروحوا. يلا بلا ما يسلموا. يلا باي ماما. باي ماما. باي يا روحي. يلا بالإذن ماما. باي يا عمري. باي, باي. الله معك. بتمنى هالولاد يبقوا معنا على طول. بس إمتى روشني بدها تعرف الحقيقة؟ إن شاء الله يجي هاليوم بسرعة وروشني تتقبل، وقتها ما رح نضطر نكذب، وأحلى شي رح يصير رح نعيش كلنا مع بعض. قال بدك ياني. شايف هالصحن؟ ايه شو عم يعمل هون؟ حط لي 1000 روبية بقلبه. أعطيني مصاري اللي حطهم.
مني حطهم؟ ما فهمت لشو. وباقي الموظفين قصدي انه هدول تبرعات يعني؟ شفتني شي مرة عملم تبرعات منكم؟ لا تكون نسيت ولا مفكرني رح سامحك بسهولة على الغلطة يلي غلطتها هداك اليوم. سلمتك شغل مهم كتير وفوقه كمان وثقت فيك، رحت بعتت هديك الشرشوحة. تعرف قديه ممكن تكون خسارتنا؟ ولو ما نفدنا من هالقصة مفكر انه رح انسى الموضوع؟ مو ممكن. اسمعك يسار، من اليوم ورايح رح تدفع تمن غلطتك هي، ورح تحط ألف في هالصحن كل شهر، مفهوم؟ يلا لشوف. ما هي غيرها. لوين رايح سيد هارت بوقت الشغل؟ لوين رايح وحامل شنطاية اللابتوب بوقت الدوام؟ ايه صح، مو قلت لك عالطلبية هديك يلي كان بدنا نوصلها بدي روح المعمل مشان اتأكد يعني. بس هدول المفروض بكرة يجهزوا. عن جد؟ بكرة ليجهزوا. بس يلي صار انه اجاني تليفون من شوي وقالوا لي انه في مشكلة ما بعرف شو هي بالضبط، لازم روح لأتأكد. ماشي، خبرني شو بصير. اكيد بالإذن. مبين من عيونه انه عم يكذب. شايفه؟ وانا هيك حسيت. بس هالشي ماله منيح. ولوين رايح يا ترى؟ غريبه هالقصه. غسلت الكنزه بس هي البقعه ما راحت. ليش يا ترى؟ كان شي دق لماما تليفون واسألها. حبيبتي نعم. انت كتير تعباني، بتعرفي شو؟ رح ألغي سفرتي على لندن اليوم، ببقى بروح غير مرة. روشني عم تدق. أهلا روشني بنتي. مرحبا ماما، في عندي كنزة في عليها بقعة وما راحت، شو أعمل لتروح؟ ماما كأنك مرضانة كتير. قلت لك مبارح خليني أبقى معك، أنتي مرضيتي. وسيد هارت قال لي إنه بابا رايحة بنجابه وعنده شغل ويمكن يطول، يعني رح تبقي لحالك مو هيك؟ لا روشني. لا أمي، ما رح أتركك لحالك، رح أجي لعندك. بخاف يصير معك شي. روشني ما في داعي تجي، صدقيني أنا منيحة. يعني هي بس سالة مو قريب مثل ما أنتي مفكرة. أنا كتير منيحة عادي مثل كل يوم. ماما أنا جاي. ما رح رد عليكي بالمرة. روش باي. شايف هالقصة؟ روشني جاي لعنا. تعرف شو راج؟ رح وصلك على المطار وبعدين بروح هداك البيت. بدك تروحي على بهايندر وانت بهالحالة؟ لبينما تصل روشني بده مين يدير باله عليكي؟ ما رح يمشي الحال هيك. اسمعيني لقلك شو، هلا بقول له لسيد يقنع روشني انه ما تجي. اول ما اشوفها اصلا رح طيبه كانه ما فيني شيء. ومتاكده اذا ما اجت لعنا رح تتضايق كثير. روشني بتحبني كثير وما رح يهون عليها تتركني. مزبوط كلامك. مدام ايه؟ كانه هالفتره عم تبقوا برات البيت اكثر ما عم تعدوا فيه. بتعرفي شو صرنا نحس؟ انه نحن اصحاب البيت وانتو الضيوف. صح، بس شو بدنا نعمل؟ حب سيد هارت لروشني هو اللي طلعنا من البيت. وبما انه انتوا قاعدين بالبيت نحن كتير مطمنين. ايه صح، بس شكرا. يسلموا. عن اذنك. حبيبتي شو قلي؟ قربي شوي لقلك. لا شو عم تعمل انت راج؟ هلا بعديك اذا قربت وانت رايح عندك شغل. عن جد عم تحكي؟ ايه بلغي السفره كلها هلا على فكره، اذا ما بدك تودعيني وتضميني.